طبعا عفافنا نبلش اولى محطاتنا لليوم، بدنا نحكي فيها عن التطور اللغوي للاطفال بشكل عام. تعتبر الكلمات الاولى للاطفال هي بمثابه لحن يعزف على اذان الاباء، ولكن متى يكون هذا اللحن ضمن المسار الصحيح؟ متى نعرف بانه الطفل لا يعاني من مشاكل في النطق او في تعلم الكلمات؟ يمكن الخطوات الاولى ايضا له والطرق الاولى لتعلم الكلام. كل هاي المواضيع شغلت بال الاطباء على مدار سنوات وكثير من الدراسات حول طريقه نطق الطفل وتعلمه للكلمات الاولى بالطريقه الصحيحه. اكيد سلمى، ورح نحكي اليوم عن التطور اللغوي عند الاطفال والتواصلي كمان، وعن تطور طبيعي والتاثر المرضي وامكانيات العلاج، اكيد مع الاستاذ احمد يوسف وهو الاختصاص النفسي وتواصل وتقويم لغه وكلام. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحك يا رب. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. خلينا نبلش مع حضرتك من مراحل النمو اللغوي، شو بنقصد فيها وكيف بنعرف انه الطفل بلش يتعلم، خلينا نقول الطريق الصحيح لتعلم المفردات او الحروف. بالنسبه للغه هي الشيء الاساسي اللي بيميز بين البشر عن كل الكائنات الثانيه. القدرات الاساسيه اللي بتخلي الطفل يكتسب اللغه او تخلي الطفل قادر انه يكون بتواصل عن طريق اللغه الكلاميه هي مجموعه قدرات، منها بيولوجي بتعلق بالقدرات الحسيه مثل حاسه السمع. احنا بنعرف انه الطفل اللي ما بيسمع ما راح يحكي. الطفل بيكتسب كثير من التواصل عن طريق البصر ايضا، فكلما كانت الحواس سليمه كل ما كان الطفل قادر انه يكتسب اللغه وخاصه حاسه السمع. في عندنا ايضا التقويم او التشريح العضلي اللي هن النواطق، اللسان، الحنجره، البلعوم، سقف الحلق الى اخره من النواطق. كل هاي المواضيع الاساسيه المتعلقه بفيزيولوجيه وبيولوجيه الجسم هي اللي بتخلي الطفل قادر انه يكتسب. كمان قدرات الذكاء، القدرات المعرفيه، ادراك السليم عند الطفل، ووجود بيئه محدثه، بيئه بتتكلم بهاي اللغه، لانه الطفل اللي اهله بيتكلموا لغه عربيه رح يحكي عربي، الطفل اللي بيتكلموا اهله لغه كرديه او تركيه رح كمان يكتسب نفس اللغه. فلما بيكون الطفل عنده هاي القدرات الحسيه والعصبيه والدماغ السليم وقدرات المعرفيه كالذكاء والانتباه والادراك كلهم سليمين او ضمن الطبيعيين، راح الطفل يكون قادر اكثر انه يكتسب هاي اللغه ويبلش المراحل الاساسيه للغه اللي ببلش من مرحله التصويت اللي هي بالسنه الاولى، اللي ببلش من الصرخه الاولى بتعبر على انه الطفل بلش يتفاعل مع البيئه المحيطه. لهيك نحن بنسال كل الامهات اذا الطفل صرخ عند الولاد ايه ولا لا، انه هي دلاله على انه هو مبلش يكون تواصل، لانه احنا بنعرف حاسه السمع بتبلش عند الطفل من قبل الولاده. صحيح. البيئه الجنينيه بيكون الطفل عم يستجيب عن طريق الحركه برحم الام لاصوات الاب، الام للاصوات المالوفه. لما بيولد الطفل بيصير قادر بقى انه يكون عنده المهارات انه يصوت، يبكي، يصرخ، يناغي او يكاغي، بعدين يبقبق. يبقبق هي مرحله بست شهور تقريبا، بعدين يصير في عنده نوع من الرطانه اللي هي التفوهات اللي ما أنا كثير مفهومه او بالاصل ما أنا مفهومه، بس ولكن بيتواصل عن طريقه مع اهله لحتى يلبوا له احتياجاته. هاي المرحله هي بتسبق تكوين اللغه الكلاميه اللي الطفل اللي بيحكي فيها اول كلمه مقصوده او وظيفيه، يعني بيوظف هاي الكلمه لحتى يلبي حاجه معينه، وغالبا هاي الكلمه بتكون مع بدايه السنه الاولى او لحد السنه ونص تقريبا. طيب هون نحن كيف بنميز بين التطور اللغوي المرضي او اذا هذا الطفل عنده اضطرابات نطقيه، كيف فينا نميز بين هذول؟ التطور اللغوي الطبيعي قصدك؟ التطور اللغوي الطبيعي بيكون الطفل محقق المعايير النمائيه لكل مرحله، يعني مثلا بعمر السنه سنه ونص المفروض الطفل يكون في عنده كلمه او كلمتين وظيفيات، يعني يقول مثلا بابا يأشر لابوه او نن حتى ياكل او عن على السياره. بعمر السنتين لازم يكون عنده اكثر من مثلا كلمه منطوقه او العديد من الكلمات اللي بيستوعبها او بيستوعب الاوامر او التعليمات. بعمر 3 سنين لازم يكون عنده جمله حتى لو كانت مانا جمله مترابطه بالشكل كلي، بس جمله من خلالها بيقدر يعبر، مثلا بابا راح باي مثلا، يعني هي الجمله مثلا بابا بده يروح بالمشوار بالسياره هو عبر عنها، ولكن هي وظيفيه صحيحه. فكل مرحله من مراحل عمر الطفل لها متطلبات لغويه، هاي المتطلبات اذا وجدت بطريقه او باخرى نحن بنحكي عن تطور طبيعي. لما بيكون في طفل عمره مثلا 4 سنين ما بيحكي غير كلمتين، احنا عم نحكي عن تاخر لغوي، عن اضطراب لغه. لما الطفل بيكون عمره مثلا سنه وما بيتواصل بصريا، ما بيناغي، ما بيكاغي، كمان عم نحكي عن تاخر لغوي. فنحن كل ما اكتشفنا انه او الاشارات الاولى او الانذارات الاولى للتاخر اللغوي بمرحله مبكره، كل ما كان العلاج اسهل والتاهيل اسرع، ممكن طفل يلحق ابناء جيله واقرانه ويكمل نظامي ويكون تطوره كثير طبيعي لبعدين.
طيب خلينا نحكي كمان استاذ احمد، اليوم كيف بنقدر نميز انه هذا تطور لغوي عند الطفل بينم عن سبب مرضي او اضطرابات نطقيه؟ نحن غالبا التأخر اللغوي او الاضطرابات اللغوية اللي بتترافق مع مشاكل تانية مثل مثلا نقص السمع، الطفل اللي بيكون عنده نقص سمع بيكون لغته بسيطة، لغته بدها كتير يعني بده هو يسمع صح حتى يكون صح. الطفل اللي بيكون في عنده مثلا شلل دماغي بيكون في عنده لغة كتير بدائية. الطفل اللي بيكون عنده توحد بيكون لغته لها خصائص معينة. لما بيشترك التأخر اللغوي مع اضطرابات تانية أنا بدي بلش معه خطة علاج كاملة. أما لما بيكون الطفل عنده لغة نظامية بس تعبيره عن هاي اللغة ما نو سليم، مثلا الطفل اللي بيقول عن كرسي تلتي أو بيحكي المقطع عن مقطع واحد مثلا طاولة أو مثلا، بس الأم بتفهم عليها والأب بيفهمه وبيعرفوا أنه قصده أنه طاولة، إحنا عم نحكي عن اضطراب نطقي. يعني خصائص التعبير أو خصائص النطق والعضلات النطقية اللي بتعبر عن هاي اللغة بيكون فيها مشكلة. الاضطرابات النطقية هي أبسط أشكال الاضطرابات التواصلية إشكالية، يعني إحنا بيكون الشغل معه سريع، الآلية واضحة، كل صوت كلامي له طريقة بالشغل. لما أنا بعالج كل أصوات الكلامية بكل مواضع الكلمة أنا بنتهي لمفهومية كلام عالية، فهي أبسط أشكال الاضطرابات اللغوية. بس لما بنحكي عن اضطراب مترافق مع إعاقة حسية أو إعاقة تواصلية أو نمائية أو اضطراب شديد، هون بيكون الشغل أطول وبده دقة أكثر، وبده يكون فريق مو بس أخصائي نطق يشتغل، بده يكون في طبيب عصبية أطفال، بده يكون في عنا أيضا اختصاصي سمعيات، بده يكون في عنا ممكن حسي حركي أو نفسي حركي، كلهم بده يكونوا فريق بيشتغلوا لحتى يأهلوا القدرات الموجودة عند الطفل ومنها القدرات التواصلية اللي بتزيد من تواصل الطفل وتفاعله مع محيطه. كثير اليوم ممكن نشوف اساليب خاطئه من الاهالي انه بدهم يخلوا الطفل يحكي غصب عنه، او اوقات بيضطروا للعنف، فهي كلياتها اساليب خاطئه بدهم يجبروا الطفل على انه يحكوا. شو هي اساليب العلاج؟ ممكن يكون في طبيب مختص بعلاج هذا الطفل ولا ممكن معالجته بالبيت من خلال الاهل؟ حسب الشدة. دائما بنحكي نحن الاضطراب او التأخر اللغوي او الاضطرابات اللغوية والنطقية بتتوقف شدتها على طلب الاستشارة، وانا مع انه نحن دائما مراحل النمو الاهالي انهم عم يراقبوا طفلهم يسألوا، صارت الاختصاصات كلها متوفرة والناس كثير، انا على المستوى الشخصي بيسألوني كثير انه انا ابني بيحكي هيك بيعمل هيك هذا صح ولا خطأ. كل ما قدرنا نحن نوصل الفكرة للمختصين بطريقة سريعة كل ما كانت المعالجة سهلة. يعني الاهل لما بيشوفوا انه ابنهم مثلا بعمر السنتين سنتين ونص بلش يعطي اضطرابات او اعراض عدم طلاقه، يتأتئ، يعطي اعراض تكراريه للكلام، يتشنج عنده سقف الحلق او بالعم هو عم يحكي. نحن انا بحكي مع الاهل انه مثلا هاي المرحله الاضطراب بياخذ هذا الشكل، اذا اخذ شكل ثاني معناتها نحن بدنا علاج من هلا. الاهل بيقولوا انه احيانا بعد 3 سنين 4 سنين انا مثلا خالي ما كان يحكي وصار يحكي ب3 سنين، وهي معتقد شائع عندنا انه الاب ما حكى ل3 سنين ولا 4 سنين. مزبوط، يعني ممكن الوراثة تلعب دور هون، بتلعب دور وقت اللي بيكون معنا عم تتوفر بيئة تواصلية للطفل. يعني زمان مو مثل هلا، هلا نحن عندنا كثير مسيرات بتخلي الطفل يحكي، عندنا كثير تفاعل، الطفل بيروح من عمر السنتين وثلاثة على الروضة الكي جي 1 كي جي 2 كي جي 3. نحن عندنا هلا مثلا كلنا محيطنا اجتماعيا كثير، بنتواصل كثير، بنحكي كثير عن طريق الموبايل، عن طريق المكالمات، عن طريق المدرسة، النادي الصيفي، المسبح، الملعب إلى آخره. فالطفل عنده فرصة كثير يطور لغته لما عم تتوفر له كل الشروط هاي وما عم يطور لغه، فعندي مشكله. حتى لو كانت الوراثه الى دور بمعنى انه بيتاخر الطفل شوي، ممكن يتاخر بس، ولكن مو صح اني انا اسكت، لازم يكون تدخل كثير سريع. لما بحس اي اشاره او اماره عند الطفل ما انا مريحه دغري بسال وبطلب الاستشاره لحتى اتوجه صح ولحتى اعالج صح. تدخل مبكر شيء رهيب، يعني طفل بيجيني عمره 6 سنين عنده تاخر لغوي على مستوى مثلا الجمله ما بيحكي غير كلمه وكلمتين، وطفل عمره سنتين بيحكي كلمه واحده مثلا، انا وقت بتدخل بعمر السنتين وصل الطفل لعمر 3 و4 سنين لاحق اقرانه، ما انه متاخر عنهم. طفل ال6 سنين بده يكون بقى صار بمشكله بتتعلق بتفاعله، حتى بدخوله المدرسه ما بيقبلوا يدخلوه المدرسه لانه ما انه قادر يتواصل صح لحتى يتعلم. صحيح. طيب خلينا نحكي شوي اليوم، ما دام عرفنا انه في اشارات صغيره هيك بتبين، ويمكن الام هي اكثر حدا ممكن يكتشف او العائله انه الطفل عنده مشكله بالنطق، مراحل التعامل معه ان كان مع الاختصاصي او ان كان مع
الأطباء المعنيين لتشخيص إذا في سبب عضوي أدى لهذا الشيء. تمام. هلا غالبا بيكون الأهل هنن اللي بيوصلوا الرسالة للأهل للأخصائي عن المشكلة. مثلا أم بتحكي لنا إنه أنا عم ناديله مع إنه هو على مسافة قريبة ما عم يرد علي، أنا دغري بشك إما إنه هو عنده نقص سمع أو أنا بشك إنه هو طفل عنده اضطراب نمائي عم يمنعه إنه يستوعب الصوت. ممكن طفل حاسة السمع عنده سليمة بس المعالجة السمعية المركزية عن طريق الاستيعاب السمعي بالدماغ بيكون فيها مشكلة. هون عم نحكي عن حالة عصبية أدت لتأخر لغوي. الأم اللي بتحكي مثلا أنا ابني لما بيحكي كتير بس وقت اللي بيوقف قدام العالم ما بيعبر صح، أنا عم بحكي هون عن قلق اجتماعي أثر على اللغة. فالطريقة اللي الأهل أو أنت حكيت الأم هي أكثر حدا قادر أنه بالفعل يوصل لنا هاي المشكلة. المشكلة بتوصل لعنا أنا مباشرة أنا بشبك، يعني أنا بحس أنه في أعراض نفسية متداخلة مع هاي المشكلة بطلب استشارة معالج نفسي أو طبيب نفسي. المشكلة فيها شيء أنا حاسس أنه شيء عصبي مترافقة مع رقرقة عينية مثلا، مترافقة مع شرود مستمر، مترافقة مع شيء نمائي غير صحيح، أنا بطلب كمان استشارة طبيب عصبي أطفال، بطلب استشارة أخصائي نفسي حركي. يعني أنا كفريق كامل كأخصائي أنا تقبل اشتغل مع فريق كامل لحتى بالفعل يكون الخطة العلاجية اللي بدي أتدخل فيها مع الطفل صحيحة أو تعطي نتائج سليمة بتواصله مع الآخرين. ممكن كمان نشوف حالات أطفال يبلشوا كلام بشكل طبيعي بس بصير في صدمة ممكن عائلية أو جو أو أكل صدمة كما بيقولوا أو رعبة أو من خلال القلق والتوتر يلي عايشه بالبيت بصير عنده ما بقى يحكي ولا كلمة بينلجم لسانه. هون شو ممكن نحن هلا هاي كمان معتقد هاي معتقد شائع أو فكرة شائعة وهي غير صحيحة. نحن الصدمة أو التوتر أو القلق هو بيكون عامل بيزيد المشكلة وليس هو سبب المشكلة. الطفل ممكن يكون في عنده نحن أنا قصدك أنت عن اضطراب الطلاقة اللي هي القدرة على الحكي بسلاسة وسلامة ويصير الطفل يتأتأ يتشنج ممكن يكون اختفى نطقه فجأة اختفى نطقه. نحن عم نحكي عن شيء لا ما هو أبدا متعلق بالشيء. ممكن يكون ديسفونيا صوتية هاي انه بيختفي الصوت بس الصوت ولكن الطفل قادر يعبر. هلا نحن هون عم نحكي عن التشبيكات الاخرى اللي انا بدي اشتغل فيها مع مثلا انا داخل مع تأتأة مثلا عند الطفل بيتشنج بيختفي صوته ما عاد قادر يعبر، انا بروح دغري بشبك مع معالج نفسي مع طبيب صوت او طبيب بيشخص الحنجره، بشبك مع مجموعه من الاشخاص بس ولكن هي الشغل بده يكون اساسي معه هو شيء لغوي لانه الكلام لحتى ينتج بشكل صحيح بده يكون في عندنا سلامة بجهاز التنفس، سلامة بجهاز التصويت الحنجرة والأوتار الصوتية وسلامة بالنواطق والأهم من كل هيك القدرات المعرفية الدماغية اللي ترسل الأوامر الدماغية لهاي العضلات لحتى تحكي. فنحن ما عندنا شيء الصدمة هي بتمنع أو بتأخر أو بتأثر بشكل سلبي تمام بس ما بتخفي الصوت أو بتخفي عفوا اللغة بشكل كامل أبدا. يعني اليوم هيك حاولنا من خلال هذا اللقاء نتعرف على بعض الطرق وأيضا المعلومات عن تأخر النطق. نشكر حضرتك شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. هلا يعطيكم العافية.